الداعية الشيخ عبد الله رشدي علشان اتكلم معاه في نفس الموضوع ويقول لنا لو انا دلوقتي شخص طبيعي، شخص عادي، واتكلمت على شيخ من المشايخ، استاهل كل الشتايم اللي هي اتشتمتها دي وكل الهجوم ده؟ احنا معانا التليفون. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الله يخليك، الحمد لله تمام والله. اهلا وسهلا. احنا كلمناك علشان نسألك على موضوع مكتسح على السوشيال ميديا، مش عارفه حضرتك عارفه ولا لا، وهي الاعلاميه اسماء شريف منير لما كتبت كتبت تعليق على الاكونت الشخصي بتاعها، فكره انه الشيخ الشعراوي قالت ان هو هي بتشوفه متطرف وآراءه متطرفه. فحضرتك طيب، هو معانا النهارده علشان نسمع منك حاجتين. الحاجه الاولى، لو انا دلوقتي شخص معروف وعندي ناس كتير على السوشيال ميديا بتاعتي، ممنوع اقول رايي حتى لو بيخالف اراء البشر اللي حواليا؟ يعني الناس من حقها ان هي تشتمني وتطلب ان انا اتوقف عن العمل وحاجات كتير قوي. هو بسم الله الرحمن الرحيم، ابداء الراي او عرض الانسان لوجهه نظره ده شيء متاح للجميع بغض النظر عن كون وجهه النظر دي صح او غلط، لكن التطاول او الغلط او سب الاخرين هو ده اللي مش متاح. وهي طبعا اسماء شريف منير يعني هي عملت غلطه، بس بعد كده الست اعتذرت وقالت انا غلطانه وتصحيح ما كانش في محله واعتذرت. وانا شايف ان خلاص الانسان يعني من تاب يتوب الله عليه، ومش من المنطق ولا من العقل ان احنا نذبح انسان او ان احنا ننتقم منه بعد ما قال انا غلطان. بالعكس، انا بعتبر ان هي اعترافها بخطئها ده نوع من الشجاعه الادبيه، وده شيء ينبغي ان هي تكون بدل ما احنا نقطع فيها ونبهدل فيها، لا ده احنا ممكن نقول للناس ده كده شيء نموذج جميل جدا، ويا ريت الناس كلها تتعلم من ده. الانسان لما يخطئ يعترف بخطئه، لان الاعتراف بالحق فضيله. ده اول حته انا كنت عايز اقولها. لكن حضرتك إن لما نيجي بعد كده نتكلم بقى في فكره الانتقاد او فكره التعبير عن الراي، لازم نكون حاطين قدامنا خطوط كثيره جدا. ان انا لما انتقد الفكره، ان انا لا اخلط السب والقذف بالانتقاد. يعني مثلا الناس لو كانت اسمع او غيرها قال والله يا جماعه الشيخ الشعراوي في عنده 1 2 3 4، انا مش فاهم الكلام ده، محتاج حد يفهمهوني، محدش ابدا هيعترض ولا حد يقول لا. لان اذا كان القران الكريم اصلا ذات نفسه احنا بنحاول نفهمه وبنسال فيه العلماء، وبعض الناس انا لما بيجي لي حد يسالني يقول لي انا مش فاهم يا سيدي الكلمه دي ولا الايه دي، انا شايف الكلام ده بالنسبه لي عامل لي اشكاليات. عندي اشكال على 1 2 3 4 من احكام الشرع الشريف او من ايات القران، ممكن تحلها لي؟ ما اقدرش اقول له لا، انت لازم تؤمن بالقوه وبالعافيه وبالاكراه وبالقصر وهو كده وما فيش الا كده. دي سياسه الافهام. لكن ان انا اجي اشتم او اقل ادبي او اقول ده متطرف، ده ارهابي، ده عنف، لا، التهم دي مرفوضه وما ينفعش ان احنا نستخدمها مع حد، وبالاحرى لما يكون رمز ديني وقامه كبيره جدا لكل المسلمين حول العالم زي فضيله الامام محمد متولي الشعراوي. طيب، انت شايف انه في كانوا في الكنترول قالوا لي انه في اكتر من شخصيه عامه كتبت تعليق على الشيخ الشعراوي، تفتكر انه التعليقات دي جايه ممنهجه ولا هي صدفه، ولا فكره ان الناس على السوشيال ميديا بقى كل واحد حاسس ان دي منصه اعلاميه مهمه فبيطلع يقول اراءه لا بصي حضرتك، من حيث ان هي عشوائيه ما فيش حاجه عشوائيه، لان ده كله شيء انا بقرا الكلام ده كويس جدا ومتابع الحركات دي او الحاجات دي من فتره واقصدها رصدا جيدا. كل ده ممنهج ومقصود. اسماء هي اللي ما كانتش مقصوده، هي الموضوع جه معاها في حوار كده للاسف جه معاها صدفه. لكن اللي غير اسماء بقى اللي بعد كده واللي وراها دلوقتي اللي هم شغالين دلوقتي، لا دول بقى اللي انا بعتبر ده عدم مراعاه للاداب وعدم مراعاه للتقاليد العامه وعدم مراعاه لفكره الفهم والوعي والمعرفه. ان انا اتكلم في شيء او انتقد شيء دون دراسه ودون معرفه دي مشكله كبيره جدا ينبغي على الانسان ان هو يتخلص منها. فاللي بيحصل النهارده على السوشيال ميديا ده نعم ممنهج ومقصود، والكلام ده كله رايح في سكه واحده. ايه السكه الواحده دي يا استاذه دعاء؟ ان انا كمسلم ما يكونش عندي ثقه ولا يكون عندي مرجعية دينية إسلامية أستطيع التعلق بها. إن أنا أفقد الثقة والمرجعية
في رموزي الدينية، إن أنا أكون إنسان مخلخل ومفكك الهوية. يعني مثلا دلوقتي الشيخ الشعراوي طلع متطرف وإرهابي، الأزهر طلعت مناهجه إرهابية، طب منين بقى أنا كمسلم هيكون مراجعي الدينية فين؟ طب هل حد يقبل على أي دين أو على أي ملة ثانية موجودة على وجه الأرض إن هي يتعمل فيها زي اللي بتعمل في رموز الدين الإسلامي؟ قطعا لا، وإحنا لا نقبل بده. أما ليه يتعمل كده في رموز الدين الإسلامي إلا إذا كان الغرض هو انسلاخ، أو عفوا الغرض هو سلخ المسلم من الهوية الدينية، سلخ المسلم من الرجوع لرموزه الدينية عشان يكون إنسان منعزل مش عارف هو جاي منين ولا رايح فين. هو شايف إن الدين بتاعه كلما تتعمق فيه هيطلع حضرتك يخليك إنسان إرهابي ومتطرف. دي الفكرة اللي هم عايزين يوصلوها للإنسان، بس بيشتغلوا عليها رويدا رويدا. ده اللي أنا كنت بتكلم عليه قبل قبل تليفون حضرتك، فكرة لو أنا كنت بجهل الموضوع والناس بدل ما تاخدني في سكة ان احنا بننصحك وتعالي شوفي الفيديوهات وتعالي نتكلم معاكي باسلوب كويس، فجأة خدونا في حوار كبير قوي وناس كتير زي ما بيقولوا للأسف بتركب الموجة. اي مشكلة على السوشيال ميديا ياخدوا بقية الناس لموضوع اخر. فلو احنا يعني احنا محتاجين ان احنا نركز شوية على السوشيال ميديا، نعمل برامج دينية، يبقى في وعي مع الشباب دول، نعمل ايه طيب؟ وفندم انا الكلام ده نديت دي كتير، وقلته حتى بح صوتي منه، وقلته في 50 برنامج و50 قناه، وقلته في اليوتيوب وفي الدنيا كلها وفي فيسبوك وفي كل حته. لازم يكون في مرجعيه تناسب العقليه الشبابيه اللي موجوده النهارده. لازم يكون في، عايزين نقول كده ايه، شبه يعني زي حوكمه او حاجه على الفيسبوك والسوشيال ميديا تبدا تفهم الناس اللي بيحصل ايه والدنيا فيها ايه. انما احنا نترك كل انسان، الناس مش فاهمه حاجه ومش من المنطق. يعني الناس فاهمة على فكرة حرية التعبير دي غلط جدا. حرية التعبير ان انا اعبر عن رأيي، بس بشرط ان انا اكون عندي معرفة. لكن انا ما عنديش معرفة وما عنديش دراية، واجي مثلا حد يسألني على حد انا ما اعرفوش، فانا ما اعرفش عنه حاجة، فاروح داخل كده ندي فيه اي اراء ولا اي كلام ازاي؟ ما هو الدين ما هوش مجال ومفتوح لكل من هب ودب يقول فيه اللي هو عايزه. لا، احنا لازم نرجع وندرس ونتعلم. طب احنا ما عندناش الدراسه وده مش تخصصنا، نسال الدارسين. انا دلوقتي مثلا حضرتك دكتوره قلب، فانا لما اكون عيان قلبي بيوجعني هجيلك، لكن مش هروح لواحد مثلا حلاق اقول له والله شوف لي قلبي بيوجعني ولا لا. مع احترامي لكل المهن، في حاجه اسمها التخصص يا فندم. عدم مراعاه التخصص وفتح كلمه حريه التعبير على مصراعيها ده اللي عامل اللخبطه النهارده في البلد. عندنا لخبطه سياسيه ولخبطه اقتصاديه ولخبطه دينيه. كل انسان بيفتي فيما لا يعلمه ويظن ان هو كده بيعبر عن رايه، لكن الحقيقه انا اعتقد ان الانسان لما يتكلم في شيء هو لا يتقنه ومش بيعبر عن رايه، انما هو بيعبر عن الفوضويه العقليه اللي هي مشتعله داخل دماغه، هو بس بيسمع اصواته الداخليه للناس برضه. طيب احنا عاوزين نرد مع حضرتك على التعليقات اللي بتقول ان الشيخ الشعراوي كان عنده يعني ضد المرأة افكار معينة. انت عاوز يعني نصحح المعلومة دي ازاي؟ وهو اصلا المعلومة دي غلط. يعني مثلا هو ايه، شوفي حضرتك، الشيخ الشعراوي سيب مثلا عدد مهول جدا من الساعات مرئية على يوتيوب موجودة عندنا، وكانت موجودة قبل كده في قنوات كتيرة اتذاعت لتفسير القرآن الكريم ومحاضرات و اروح انا جاي مثلا انت مثلا استاذ رعاء صلاح ليكي 50 برنامج، اروح جاي واخد منك دقيقة ودقيقتين واقطعهم واقول شاهد دعاء صلاح بتقول مش عارف ايه. طب ما هو ده اختطاء واتجزاء. هل حد فينا يرضى ان هو يتعامل معاه بالمنطق ده؟ كذلك تراث الايام الشعراوي ما ينفعش نتعامل معاه كده. احنا لازم نجيب الايات عشان نعرف بقى موقف الشيخ الشعراوي، الراجل ده متطرف مع المراه؟ لا، نجيب الايات اللي في القران اللي فيها حديث عن المراه ونشوف جماليات تفسير الامام الشعراوي للايات دي ايه، ونشوف توصيته على المراه كانت بتقول ايه، ونشوف كلامه في واجب الرجل تجاه المراه كان بيقول ايه. ناخد الفيديو كامل يعني. لا، مش فيديو واحد، نجيب كل، مش القرآن الكريم في مواضع كتيرة ذكرت النساء؟ الراجل ده كان بيفسر القرآن صح؟ طبعا. نجيب المواضع اللي فسر فيها الآيات بتاعة الستات دي ونشوف الراجل كان بيقول إيه؟ نشوف هل هو فعلا كان متطرف وبيكره المرأة وبيهينها، ولا الراجل ده كلامه منطقي جدا وكلامه جميل جدا، بس أنا رحت أقاطع له كده دقيقة ولا دقيقتين من حتة معينة
عشان عايز اوهم الناس ان عالم الدين او رمز الدين او الامام الدعاء بتاعكم واحد متطرف، وان التطرف ده جاله عشان تعمق في الدين. هي القضية كلها باختصار شديد، عشان عايز اوصلك كمسلم ان انت كلما تعمقت في دينك ان شاء الله هتقلب ارهابي. بس ده كل الموضوع. انا بشكرك جدا، نورتنا، وكان نفسي حضرتك تكون معانا بس انت كنت مشغول، فيعني شكرا على وقتك اللي اديته لنا من خلال التليفون. واتمنى ان كل الشباب يقتنعوا بالكلام ده ويجتهدوا قبل ما يكتبوا اي تعليق على السوشيال ميديا. بشكرك جدا شيخ عبد الله رشدي، بشكرك.